ينضم إلينا من لندن استشاري الباثولوجي علم الأمراض الدكتور ضياء الدين كامل. دكتور أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. غدا تبدأ بريطانيا فإذا حملة التطعيم الأولى، وكل الأنظار ستكون حول هذه التجربة البريطانية مع لقاح فايزر وبايونتك، فهل يمكن أو من المبكر القول بأنه اقتربت بريطانيا من رؤية الضوء في آخر النفق؟ نعم، أهلا بك وشكرا للاستضافة وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا بريطانيا أعدت خطة للخروج من الأزمة، لأن كانت في بداية الأمر لو نتذكر في تقاعس في الإغلاق الكامل في بداية مارس، والآن هي تتعامل مع الأزمة باحترافية كبيرة، فاستطاعت التعاقد مع 3 أنواع من اللقاحات الكبرى، أولهما كان لقاح أسترازينيكا ب100 مليون جرعة، ثم لقاح فايزر بايونتك ب40 مليون جرعة، ولقاح فالفينفا ب35 مليون جرعة. هي استطاعت التعاقد على عدة لقاحات لأن هي مصرة على الخروج من الأزمة، لأن كل من هذه اللقاحات 3 يعمل بطريقة مختلفة في جسم الإنسان بإيهام الجسم بوجود الفيروس وإيجاد مناعة. طبعا لقاح فايزر بايونتك هو تكنولوجيا جديدة جدا مختلفة عن أي لقاح من الماضي. هو يعتمد على الماسنجر ار ان اي اللي هو الحمض النووي المنفرد، يعطي شفره جينيه لايجاد بروتين سبايك بروتين في اللي هو موجود في على سطح الفيروس الذي يفتح به الفيروس الخليه ويصيبها. طبعا بريطانيا كانت من اول دوله في العالم تصرح او تعطي رخصه لهذا اللقاح بعد اتمامه المراحل 3 المعتاده لاي لقاح او اي دواء في العالم. أعتقد في تفاؤل كبير أن بريطانيا هتكون من أوائل الدول تخرج من الإغلاق وتخرج من هذا النفق المظلم. تبدأ كما أشار تقريركم، يبدأ اللقاح في الأسبوع هذا، وتبدأ طبعا الفئات المعمرين فوق 80 سنة في دور رعاية المسنين، ثم الفوائد الطبية والأطباء. نعم، في شريحة كبيرة من البريطانيين عبرت عن قلقها عندما أعلنت السلطات البريطانية عن نيتها بدء هذه الحملة، وتحديدا مسألة أخذ لقاح جديد ضد فيروس كورونا. فهل اليوم الطب قادر على طمأنة القلقين والمترددين من هذا اللقاح؟ نعم بالطبع، كما أشرت حضرتك أن فعلا في ناس كثيرين قلقين لأن هذه تكنولوجيا جديدة، يعني لم يكن من قبل التعرف على الماسنجر ار ان اي في عالم اللقاحات. هو كان المقصود بتكنولوجيا الماسنجر ار ان اي الامينو ثيرابي اوف كانسر، كان معد لاعداد مناعه الجسم للمرضى عندهم سرطان، وكان ناجح جدا، ولكن في الفيروسات او في اللقاحات لم يكن معهود. ولكن طبعا اي دواء جديد او لقاح جديد يمر بمراحل مختلفه للتجارب السريريه، وفائدة التجارب السريرية أنها تشير إلى سلامة اللقاح، فاعلية اللقاح، ومدى جرعة اللقاح. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا. طبعا هذا اللقاح أكمل التجارب السريرية بنجاح، وأكملها على المرحلة الأولى مئات الأشخاص، المرحلة الثانية 1000 الأشخاص، المرحلة الثالثة 10000 الأشخاص، وأكملها في عدة مجتمعات، ليس فقط المجتمع الأوروبي أو الإنجليزي أو الأمريكاني، أيضا في دول أمريكا اللاتينية، في دول أفريقية، فعدة مجتمعات دكتور. وليس له أضرار تذكر، ولكن وفاعليته حوالي 90 إلى 95%، فإذا هو يعتبر لقاح فعال، ولكن نحن الأطباء لا نعلم المدى الطويل لأي أعراض جانبية. ليس لدينا يعني هذا هو ما يشكل مصدر القلق بطبيعة الحال لهؤلاء المترددين، إضافة للتحديات اللوجستية ومسألة تأمين العدد الكافي من هذا اللقاح لكل الدول في هذه المرحلة. السؤال هو إن كانت فعليا الحياة ستعود إلى طبيعتها في ظل تصريحات كثيرة تقول بأنه حتى الساعة مع اللقاح هذا بالتالي لن يعني بالتالي تخفيف الضغط على القطاع الطبي بالتحديد. نعم طبعا هي مسألة الحياة تعود لطبيعتها، نحن متفائلين، ولكن هذا اللقاح له مشاكل لوجستية لأنه لازم يحفظ في ناقص 70 درجة مئوية، وطبعا بريطانيا أعدت خطة كاملة للتعامل مع هذا اللقاح. نحن في عدة لقاحات مشرفة الآن، ونحن على صدد وجود على الأقل 11 لقاح قبل نهاية هذا العام. هذا يعطينا أمل كبير في نهاية الأزمة. النقطة المهمة الثانية أن في بعض من الناس إن هم ما يقدروش يكونوا مناعة بعد اللقاح، وهذا طبعا شريحة
مش قليله من المجتمع. في الحمد لله ان في عندنا اجسام مضاده مصنعه ممكن تعطى لهذه الناس. ايضا نحن الاطباء نعلم الان الفيروس اكثر وكيف نتعامل مع الفيروس وكيف نسيطر على المرض. شكرا جزيلا على مداخلتك وعلى وقتك. من لندن استشاري الباثولوجي او علم الامراض الدكتور ضياء الدين كامل.